مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلى الموز كتير سهلة وسريعة. عندنا 800 ملي حليب، موزتين، 3 معالق طعام كاستر، 4 معالق طعام سكر، ولوز بهيدا الشكل للزينة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط الكستر والسكر والحليب مع بعض وبحركن على الغاز. بسم الله، بحرك تحريك مستمر ليشتد المزيج. انتبهوا معالق الكستر اللي بنحطهم مليانين منيح لفوق ليشد الكستر بهيدا الشكل. اذا ما شد معنا الكستر بهيدا الشكل نرجع منزيد، منحط كستر بودرة وفوق شوية حليب سائل، منحركن ومنحطن فوق الكستر اللي على الغاز عشان ما يكبتل. هيدا الكستر انتهينا من التحريك بهيدي السماكة من اياه، بقطعهم بهيدا الشكل. هيدا الشكل. هلا منحط الكاستر عليهم. بسم الله. الزينة اكيد حسب الرغبة، بس انا حبيت زين بهيدا اللوز. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة. هيدا الكاستار بعد ما حطيته بالبراد حوالي نص ساعة، لنشوف مع بعض كيف طلع. بسم الله. طريقة كتير سهلة وسريعة وطيبة. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلو الكستر اللي عملتها أنا وياكم، وفي ناس كتير بيسألوني عن الكستر. هيدا هو الكستر وهيدا من الداخل بيجي بهيدا الشكل. اكيد في عدة انواع منه لهيدا الكاستر. هيدي حلو الموز اللي عملتها انا وياكم، حلو لرمضان باقل من 10 دقايق. عنا كوب حليب 300 ميلي دبل كريم، وفينا نستبدل الدبل كريم بقشطة، 5 معالق طعام سكر، 3 معالق مليانين نشا، 3 حبات هيل، جوز الهند وجوز للزينة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السكر فوق الحليب، كمان النشا، وبحط الهيل. هلا بحركن على الغاز تحريك مستمر. بسخن الحليب بهيدا الشكل قبل ما يغلي ويشتد المزيج. هلا بحط فوقه الدبل كريم. بسم الله. كمان كفي تحريك ليشتد المزيج. هلا بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا منحطهم بالصينية. بشيل منهم قبل الهيل عشان اخدنا النكهة المطلوبة. بحطهم بالصينية.
كمان بشيل هيدا الحبة، شلت 3 حبات اللي هاللي حطيتن. هلأ بحطها على جنب، بس بردت الحلو بحرارة الغرفة رح حطها بالبراد أقل شي ساعة، وقبل التقديم منزينها. هيدا الحلو بعد ما سقعت بالبراد منيح لنزينها هلأ مع بعض. برش جوز الهند كمان، جوز كسر الجوز شوي بهيدا الشكل ومرش على الوجه. حلو كتير سهل وسريع، بتتحضر بأقل من 10 دقايق وكتير عن جد طيبة. هلأ لنجرب مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي، هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم باقل من 10 دقايق. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.